يعطيكم العافية. في المحاضرة الماضية توقفنا عند الـ worst case وشرحنا الميكانيزم تبعت الـ worst case بكل التيتيلز تبعونه، وعطينا أمثلة على الـ worst case. في المحاضرة هاي حنحكي عن الـ best case اللي هو إيش؟ أوميجا lower bound اللي هو أيضا كذلك حنحكي عن الـ average case. الـ best case هو عبارة عن أقل قيم أو أقل وقت في تنفيذ البرنامج. على سبيل المثال في عندنا البرنامج او الفانكشن f of n، التايم كومبلكسيتي تبعت الفانكشن هذا التايم كومبلكسيتي عباره عن الاقل وقت انا بستخدمه اللي هو البيست كيس، بيكون عباره دائما بتكون ايش لوور باوند، اقل من التايم للفانكشن نفسه. اذا هيك انا بحكي انه الانسرشن سورت او عفوا اي الجوريثم بيكون بالعاده البيست كيس تبعته التايم اقل من الفانكشن نفسه. وكذلك الاثبات بحكي بانه ln دائما بتكون قيمها اقل او تساوي تايم كومبلكسيتي للn. الفرق ما بين البيست كيس والورست كيس فقط هاي الجزئيه اللي هي ln بتكون اقل او تساوي tln. فور اكزامبل الورست كيس للانسرشن سورت هو عباره عن big O لانتر بيع، and the best case the running time of insertion sort هو عبارة عن أوميجا ل ln. تمام؟ إذا بنلاحظ إنه ال time complexity بيعتمد بشكل أساسي على إيش؟ بيعتمد بشكل أساسي على ال n input size. قد ما كان input size أقل أو قد ما كان algorithm efficiency تبعه أكثر، كل ما كان ال time complexity بيكون أقل. تمام؟ مثلا لما بدنا نيجي نحكي هون البيست كيس اوميجا ال ان، ليش انا اخذتها اوميجا ال ان؟ لاني انا بدي احكي البيست كيس برمز له اوميجا. طب ليش ما اخذتها مثلا هون اوميجا ال ان؟ لانه وين اقل شيء اكثر شيء او فيش غيره اصلا. اما هون لما بدي اجي اطلع بحكي انا هون اخذتها ان قوه 1.1، ليش ما اخذتها اوميجا ال ان؟ لانه انا بدي احكي البيست كيس لاعلى انبوت سايز. تمام؟ يعني البيست كيس لاعلى انبوت سايز هون ايش؟ اوميجا ان 1.1 3 انتر بي زائد 6 ان زائد لوج ال ان زائد 24.5. ايش هنا البيست كيس لاعلى انبوت سايز؟ بيكون عباره عن الاوميجا ل ان تربيع. تمام؟ هاي هي شرح وافي للبيست كيس. البيست كيس هو عباره عن تايم كومبلكسيتي بيكون تبع اقل من الوقت، وبيعتمد بشكل اساسي على اللور باوند، وهو عباره عن اوميجا notation. أما بدنا نيجي نحكي عن tight bound وهو عبارة عن average case اللي هو theta theta notation، بيكون دائما حكينا اللي هو average case بيأتي ما بين best case وما بين worst case، وبالعادة دائما يميل لإيش؟ دائما يميل للworst case. تمام؟ مثلا لما أنا بدي أجي أحكي إنه الرسمة تبعته بتكون كالتالي، بتكون محصورة ما بين يعني في له قيم بتكون أقل من القيم أقل من الفانكشن، والتايم كومبلكسيتي تبعه أحيانا بيكون أعلى من الفانكشن، بيعتمد بشكل أساسي على نوع الفانكشن اللي أنا بستخدمه. طبعا في الحل أنا راح أحكي بأنه هاخد البيست كيس وهاخد الأفرج كيس وحصرهم بالفانكشن، وناتج الحل تبعه مو بيكون عبارة عن الأفرج كيس. طبعا احنا غير مطالبين في الحل انه كيف استخرج انا الافرج كيس، ولكن احنا حنمر عليه. حنرجع بالزمن للمثال اللي حليناه في المحاضرة السابقة اللي هو 2n plus 7. هاي انا بدي ايش؟ بدي الافرج كيس ثيتا ان. حكينا ثيتا ان حتقسم لقسمين، بدي اطلع البيست كيس وبدي اطلع الورست كيس واحصرهم بينهم. مثلا هون انا اخذت البيست كيس عفوا الورست كيس عندما ان بتساوي 7، بدي اخذ البيست كيس قيمه اقل مثلا عندما ان بتساوي 5، بعوض قيمه الان هنا بنتج عندي على فرض ان اللي هي 2 زائد 7 على 5 وتساوي 3.4. اذا هنا عندي حتطلع القيمه 3.4 للان اقل او تساوي اف الان اكبر او تساوي 3 ان.
يعني القيم حتكون محصورة ما بين الـ best case والـ average case، ودائما زي ما حكيت أنا تميل بالعادة لإيش؟ للـ worst case. هاي عبارة عن الـ average case، ويرمز لها بالرمز إيش حكينا؟ يرمز لها بالرمز ثيتا. تمام؟ طبعا الـ worst case إلها مجموعة من الخصائص، والـ best case إلها مجموعة من الخصائص، والـ average case إلها مجموعة من الخصائص. خصائص كل واحدة طرقنا لهم في كل محاضرة وحكينا عنهم، ولكن بدنا نحكي عن إشي كثير مهم اللي هو الفانكشن البس البيج أو للإن. دائما بتكون بالعادة قيم A اللي هي النمبرز بتكون طبعا F اللي هي الفانكشن وG اللي هي إيش الورست كيس أو الفانكشن اللي أنا استخدمته في حل الكومبلكسيتي تبع هذا الفانكشن. بالعادة إذا كان worst case بتكون قيم A أقل من قيم B، أما إذا كان best case قيم B أكثر من قيم أقل من قيم A، أما في حال إذا كان average case قيم A بتساوي قيم B. طب على سبيل المثال أنا بدي أعرف إنه مرق عندي في السؤال N وإنه قل N وإنت ربيع وإنت كعيب. إذا كان الانبوت سايز على سبيل المثال 1000، الوقت اللي بيستغرقه لما نيجي نطلع مثلا هنا 1 مايكرو سكند وكذلك 10 مايكرو سكند 1 ملي سكند، نشوف الوقت 1 سكند. نيجي نطلع هون باخذ 10 مايكرو سكند، هون 130 مايكرو سكند، اما هون 100 ملي سكند وهون 17 دقيقة. نيجي نطلع لو كان كل ما يعني كل ما بتزيد القيم كل ما بتكون الورست كيس يعني كانت الانبوت سايز اكبر، يعني هون انت كيب بنطلع الانبوت قديش 10 قوه 6 قديش اخذت معنا 32 سنه. طيب البروبلم الالجوريثم براكتل، اذا بنلاحظ انه كل ما قلت الانبوت سايز كل ما كان التايم كومبلكسيتي اقل. تمام، وهذا اكبر دليل بانه البست كيس دائما بميل للقيم الاور لور الاور باوند اللي بتكون لور باوند اقل من قيم الفانكشن، اما الورست كيس دائما بتكون قيمه ابر باوند اعلى من قيم الفانكشن. هيك خلصت محاضرتنا لليوم. في المحاضره الجاي ان شاء الله حنحكي عن الكومبلكسيتي بشكل عام للفانكشن اللي هي الماثماتيكال فانكشن انواع. يعطيكم الف عافيه.